انا هنا جيت باش نوعيو الناس ان هاد الوضعيه اللي تدوز منها كره السله خايبه بزاف. الناس تموت بالجوع، الناس تأزمات، الناس طلقات، الناس ماقدروش يخلصوا لولادهم مدارس، والناس مازال باقه في صراعات تحدي لي كونفلي بيرسونيل. هنايا لابي دو بوفوار، الناس ما مسوقاش الواقع. اكون او لا اكون، يا ناخذ الكرسي انا ونحكم، يا غندعيكم وغنوقف لكم كره السله. هذا الشيء راه ماشي مشكل. الا هاد الناس يدوا على تطبيق القانون يخلصوا الناس اللي الدوله مرزقهم، علاش تيدوا على الحاجه اللي تسلكهم؟ حنا بغينا نلعبوا، ما عندنا حتى شي مشكل. اللي بغى يطلع مرحبا، ما مع اكس مع ايكغيك، حنا بغينا على البطوله تبدا. بغينا الناس كاين الناس خايفه تخرج الدوي، من الناس بصح مأزمه. الله يخليهم هاد الناس، الله يهديهم الله يهديهم، ويفكروا شويه الناس اللي مضره اجتماعيا ونفسيا وصحيا، ويخلوا هاد لي كونفلي ديالهم. وحنا هادي في اطار التضامن مع اللاعبين اكتويال والمدربين وجميع مكونات كره السله، كنطالبوا بهاد الناس ديال كره السله اللي مسؤولين باش يفكوا علينا هاد المشاكل هذا ونديماريو الكره. اللي حنا اوني ني افيك اكس ني افيك غريك، مع كاع اللوائح اللي طلع مرحبا به ليسونسيال كره السله الدور. اليوم درنا واحد النداء امس بان غيكون واحد نجمعوا هنايا لاعبين، مسيرين، اغبيت ديليغي، محبين، كاع المحبين ديال هاد الرياضه هذه، باش نحاولوا نوصلوا واحد الرساله ديالنا هاد المسؤولين هادو اللي كيلتجوا للمحاكم. كفانا من الحاكم، راه عينا دير عامين ونص حنا واقفين، راه للعابه وكاع الناس اللي القوت ديالها اليومي من هاد الرياضه هذا، راه وقفات، راه وصلت لواحد الحاله مزريه. نتمنى من الله باش اليوم كاين الجمع العام لو جوغ جي يدوز في امور اللي يتمناها الجميع. وهادشي علاش حنا، واخر رساله كنشكروا السي كمال الهجوج رئيس اللجنه المؤقته على هذا الدور اللي دار، رجع فينا الروح. نتمنى باش يكمل هادشي اليوم، واخا سمعنا شي اخبار اللي ما كتشيرش بالخير. نتمنى من الله باش يدوز هذا الجمع، ورا الباسكيت والرياضه راه كتلعب في التيران، راه ماشي كتلعب في المحاكم.